أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أنتم أشد خلقا من السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها
أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إنما أنت منذر من يخشاها عن الهوى فإن
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأن وللآخرة خير لك من الأولى خير لك من الأولى Yeah.
الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولسوف يعطيك ربك فترضي